قضيناها في 20 ذي الحجة، والحمد لله استفدنا الكثير مع شيخنا الشيخ إبراهيم العصلاني. نستأنف بإذن الله دروس الشمائل المحمدية مع الشيخ. حياك الله شيخ إبراهيم، وأهلا وسهلا، شرفتنا. مرحبا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالجميع، وتقبل الله منا ومنكم وبارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا في الدروس الماضية أن هذا الكتاب العظيم الشمائل المحمدية التي يعني هي خصال من النبي عليه الصلاة والسلام، وجمع الإمام الترمذي رحمة الله عليه خلق النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الكتاب، كيف خلقه، وجمع كيف خلقه عليه الصلاة والسلام، ليبين لنا من هو رسولنا، ونتعرف على رسولنا عليه الصلاة والسلام. ومن هذه المعرفة يترتب عليها الحب والتعظيم والمكانة في القلب عند المؤمن لهذا النبي عليه الصلاة والسلام. إذا عرف النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه من أوجب الواجبات بعد معرفة لا إله إلا الله، من أوجب الواجبات كذلك معرفة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واجب عليك أن تعرف ما اسمه، ومن هو، ومن أبوه، ما هي أخلاقه، ما هي صفاته، لكي يترتب عليها الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، ثم تعظيمه وحبه عليه الصلاة والسلام. وذكرنا أن الإمام الألباني رحمة الله عليه اختصر هذا الكتاب وحذف بعض الأسانيد، بل حذف الأسانيد كلها، حذفها وألغاها، ثم اختصر هذا الكتاب اختصارا نافعا. ورجعنا أننا نقرأ هذا الكتاب ونتدارس هذا الكتاب درسا ليس مفصلا، ليس دراية ورواية، إنما فقط هو سردا وسماعا، لكي نتحصل إن شاء الله على الإسناد. وإذا كان هناك أي يعني كلمة أو عبارة تحتاج شرح أو تبيين، أو هناك ذكر اسم من الأسماء يحتاج الوقوف عنده والتعليق عليه من هؤلاء الرواة، فنتوقف عليه. وإلا الأصل أننا سوف نقرأ سردا حتى ننتهي من الكتاب، ونتحصل إن شاء الله على المعرفة لنبينا صلى الله عليه وسلم، ونكتسب محبته ومعرفته والاقتداء به عليه الصلاة والسلام، صلى الله ذلك، ثم بعد ذلك نتحصل إن شاء الله على الإسناد. وعرفنا من هو الإمام الترمذي، عرفنا بذلك قبل فترة حينما بدأنا الشرح، وعرفنا من هم هؤلاء الأئمة، وعرفنا لماذا نحن اخترنا هذا الكتاب بأسانيده لكي نتعرف على هؤلاء الرجال الأئمة الأعلام، ونحبهم كذلك، وكلهم لا شك أنهم يحبون النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك اعتنوا وجمعوا هذه الأحاديث من صفات خلقه وخلقه عليه الصلاة والسلام، فلا شك أنهم يحبون عليه الصلاة والسلام، ونحن كذلك نحبهم رضي الله عنهم أجمعين، ورحمهم الله عز وجل جميعا، وجمعنا الله عز وجل بهم في جنة النعيم. إذا تعرفنا على هؤلاء الأعلام، نحن بهذه الصفة نحبهم ونعظمهم، وهذا المفترض على المؤمن، وينبغي عليه أن يتعرف على أعلام السنة المشهورة. وكثير من العلماء ترجم لهؤلاء العلماء الأئمة الأعلام، وجمعهم في كتب كثيرة، ولكن هنا حينما يعني يقف معنا أحد المسندين من هذه الأحاديث، نقف عند يعني موقف له عظيم نذكره، أو يكون مبهما ونتعرف عليه، وهكذا. أو هناك فائدة من هذا، مثلا عندنا مثلا محمد بن بشار نتعرف عليه، مثلا وهب بن جرير نتعرف عليه، قتادة، ولا وهكذا نقف مع بعض الصحابة، وقفات يسيرة جدا. والأصل أننا لا نقف، الأصل أننا لا نقف، نسرد سردا حتى ننتهي من الكتاب، حتى ننتهي من الكتاب. اليوم استضفنا، يعني كان بداية معنا، جزاه الله خير،
يوسف الجبيري شكر الله له، هو الذي يعني تبنى هذا الدرس، وبدأنا بداية طيبة، ومعه كذلك مازن وغيره من الإخوة والأخوات الفضلاء، وبدأنا بداية طيبة وحتى انتهينا عند هذا الباب. والآن أريد أن أستشيركم وأخذ برأيكم، ماذا تقترحون؟ وضيفنا اليوم الدكتور الشيخ خالد حياه الله، ماذا تقترحون؟ هل نرجع من جديد ونقرأ الكتاب كون أن معنا إخوة جدد حضروا في هذه الدورة، أو أننا نستأنف من حيث وقفنا في قبل الصيف، ما كان قبل الصيف، ماذا ترون؟ أرى الجميع يقول نعيد من بداية الكتاب، نعيد من بداية الكتاب، ما رأيكم يا إخوة؟ نعم شيخنا الله يبارك فيك، يعني حتى يحصلون على فرصة الإسناد، نسأل الله أن يكتب أجركم يا رب العالمين. آمين. إذن على بركة الله نبدأ من بداية الكتاب، ويصبح بهذا الأمر من فاته فوت وكان معنا ولو كان يسيرا يدرك، يدرك الحمد لله. يلا استعنا بالله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ومحمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه تعالى: باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالصبط. بعثه الله على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين، وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. حدثنا حميد بن مسعدة البصري، حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة وليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، أسمر اللون، إذا مشى يتكفأ. ما معنى يتكفأ؟ توقع يتمايل إلى الأمام وإلى الخلف وإلى اليمين واليسار، يعني مشي كما يقال رجال، مشيت رجال، ليس فيها تكسر كالنساء، إنما مشيت رجال. صلى الله عليك. يعني مثل ماذا؟ مثل السفينة إذا مشت في البحر تأخذ إلى الأسفل ثم ترتفع، ومرة يمنى مرة يسرى، هكذا مشى النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل. صلى الله عليك. حدثنا محمد بن بشار العبدي، حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيدا ما بين المنكبين، عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء. عظيم الجمة يعني الشعر 3 أنواع، يسمى لمة، يسمى وفرة، ويسمى جمة. لمة يعني إلى الأذن، إذا كان إلى الأذن يسمى هذا لمة، وإذا كان الجمة يعني إلى المنكب، ووفرة يعني متوفر لكنه لم يصل إلى الأذن. نعم.
أحسن الله إليك يا شيخ. سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين، عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منها. نعم. حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا أبو نعيم، حدثنا المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع. حدثنا أبو نعيم وليس نعيم. نعيم. حدثنا أبو نعيم، حدثنا المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز. هو الفضل، اسمه الفضل ابن دخين الفضل. نعم. محدث عظيم. عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، شثن الكفين والقدمين، ضخم الرأس، ضخم الكراديس، طويل المسربة، إذا مشى تكفأ تكفيا كأنما ينحط من صبب، لم أرى قبله ولا بعده مثله، صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا أحمد بن وكيع، حدثنا أبي عن المسعودي بهذا الإسناد نحوه بمعناه. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري وعلي بن حجر وأبو جعفر محمد بن الحسين وهو ابن أبي حليمة، المعنى واحد. قالوا: حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة، حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان علي رضي الله عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد، كان ربعة من القوم، لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط، كان جعد الرجل ولم يكن بالمطهم ولا المكلثم، وكان في وجهه تدوير، أبيض مشرب، أدعج العينين، أهدب الأشفار، جليل المشاش والكتد، أجرد ذو مسربة، شثن الكفين والقدمين، إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صابب، وإذا التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة، وهو خاتم النبيين، أجود الناس صدرا. هذا الحديث ضعيف ولكن ألفاظه صحيحة، ألفاظه معناها صحيحة. نعم. سلامك. وأصدق الناس لهجة، وألينهم عريكة، وألهمهم وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، يقول ناعته: لم أرى قبله ولا بعده مثله. قال أبو عيسى: سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين يقول: سمعت الأصمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم. من هو الأصمعي؟ الأصمعي المعروف إمام اللغة، الشاعر. نعم، من أئمة اللغة كذلك. هات. نعم. صلى الله عليك. الممغط الذاهب طولا. قال: وسمعت أعرابيا يقول في كلامه: تمغط في ناشبه، تمغط في نشابته، أي مدها مدا شديدا، والمتردد الداخل بعضه في بعض قصرا، وأما القطط فالشديد الجعودة، والرجل الذي في شعره حجونة، أي تشثن قليل، وأما المطهم فالبادن الكثير اللحم، والمكلثم المدور الوجه، والمشرب الذي في بياضه حمرة، والأدعج الشديد سواد العين، والأهدب الطويل الأشفار، والكتد مجتمع الكتفين وهو الكاهل، والمسربة هو الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة، والشثن الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين، والتقلع أن يمشي بقوة، والصبب الحدور يقال انحدرنا في صبوب وصبب، وقوله جليل المشاش يريد رؤوس المناكب، والعشرة الصحبة، والعشير الصاحب، والبديهة المفاجأة يقال بدهته بأمره، أي فاجأته.
حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا جميع بن عمير بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن العجلي املاء علينا من كتابه املاء علينا من كتابه. قال اخبرني رجل من بني تميم من ولد ابي هالة زوج خديجه يكنى ابا عبد الله عن ابن لابي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال سالت خالي هند بن ابي هالة وكان وصافا عن حليه النبي صلى الله عليه وسلم وانا اشتهي ان يصف لي منها شيئا اتعلق به فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إن فرقت عقيقته فرق وإلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفر أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ في غير قرن بينهما عرق يدره الغضب أقنى العرينين له نور يعلوه بحسبه ضليع الفم مفلج الأسنان. اللهم صل دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق. أي صورة من العاج، تعرفون العاج، كأنه من العاج يعني جميل عليه الصلاة والسلام، وكأنه يعني من الفضة عليه الصلاة والسلام، يعني ليس فيه تجاعيد وليس فيه يعني أي علامات يعني ملفتة للنظر. يعني سبحان الله، الله عز وجل خلقه يعني خلقا عجيبا بجماله وأخلاقه صلى الله عليه وسلم. نعم. كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس أنوار المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثدين والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شثن الكفين والقدمين. الزندين هم الذراعين. نعم أحسن الله إليك. رحب الراحة شثن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمصان الأخمصين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء ينبو عنهما الماء إذا زال تقلعا يخطو تكفيا ويمشي هونا ذريع المشياء إذا مشى كأنما ينحط من صبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه ويبدر من لقي السلام. نعم. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى أنبأنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة عن سماك بن حرب رضي الله عنه قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين منهوس العقب. قال شعبة قلت لسماك ما ضليع الفم؟ قال سماك اسمه سماك. أحسن الله إليك. قلت لسماك ما ضليع الفم؟ قال عظيم الفم. قلت ما أشكل العين؟ قال طويل شق العين. قلت ما منهوس العقب؟ قال قليل لحم العقب.
حدثنا هناد بن السري أخبرنا عبثر بن القاسم عن أشعث بن سوار عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة في ليلة أضحيان وعليه حلة حمراء فجعلت يعني أنظر إلى ما معنى أضحيان يعني ليلة مقمرة ليلة بدرية نعم وعليه حلة حمراء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو عندي أحسن من القمر حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن زهير عن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء بن عازب رضي الله عنه أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف قال لا بل مثل القمر اللهم صل وسلم عليه حدثنا أبو داود المصاحفي سليمان بن سلم أخبرنا النضر بن شميل عن صالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة رجل الشعر حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن أبي الزبير جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض علي الأنبياء فإذا موسى ضرب من الرجال عليه السلام كأنه من رجال شنوءة ورأيت عيسى بن مريم فإذا أقرب من رأيت به شبها رجال شنوءة هؤلاء قبيلة في اليمن متوسطون يعني معروفون بين الخفة والسمن يعني جميلين فشبهوا بهم عليه الصلاة والسلام ليقرب لهم الصورة السلام نعم. عليكم ورأيت إبراهيم فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه ورأيت جبريل عليه السلام والنبي عليه الصلاة والسلام شبهه من الحسن ابن علي شبيه النبي صلى الله عليه وسلم نعم صلى الله عليه وسلم فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية حدثنا سفيان بن وكيع ومحمد بن بشار المعنى واحد قال أخبرنا يزيد بن هارون عن سعيد الجريري قال فإذا أقرب نعم دحية تشبه به جبريل مرة نزل على صورة دحية رضي الله عنه نعم صلى الله عليك سمعت أبا الطفيل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض من هذا أبا الطفيل هذا آخر الصحابة على وجه الأرض آخر من توفى من الصحابة توفى وعمره 100 يعني 110 نعم رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم سمعت أبي الطفيل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمه أبي الطفيل اسمه عامر بن واثلة نعم صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه يعني تصوروا لو التقى به آخر من بقي من الصحابة هذا الرجل هنيئا بمن التقى به وكانوا يبحثون عنه ليلتقوا به لماذا؟ حتى ينالوا شرف التبعية ويصبحوا تابعين لأن من لقي النبي عليه الصلاة والسلام ولو لحظة يسمى صحابي وهو مؤمن ومن لقي الصحابة ولو لحظة يسمى تابعي ومن لم يلق الصحابة ولقي التابعين يسمى تابع التابعين زماننا يا شيخ هذا ماذا يسمى؟ نحن نسأل الله نكون من تابع التابعين آمين
اللهم آمين. قلت صفه لي طال كأن كان أبيضا مليحا مقصدا. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا إبراهيم بن المنذر الحزامي أخبرنا عبد العزيز بن أبي ثابت الزهري أخبرني إسماعيل بن إبراهيم ابن أخي موسى بن عقبة عن موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيين إذا تكلم الرؤيا كالنور يخرج من بين ثنايا. الله أكبر. يعني أفلج الثنايا والرباعيات، يعني سبحان الله العظيم، جمال عجيب في النبي عليه الصلاة والسلام. نعم بداية الباب يا شيخ. نعم باب ما جاء في خاتم النبوة. نعم يا شيخ، هل في أحد يكمل عني؟ نعم ماذا بك؟ جاني ظرف يا شيخ. طيب احنا إذن نتوقف الآن، نتوقف ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم، يعني أكثر من هذا الوقت إن شاء الله عز وجل، فاستعدوا الأسبوع القادم. إذن نتوقف اليوم، فمن المهم أن يكون يوسف معنا لأنه هو من بادر ورتب هذا الدرس، والجميع يشكر يعني حقيقة. جزاكم الله خير، عمر مجدي اليوم ما شاء الله موجود، وجميع الإخوة الفضلاء والأخوات حياهم الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكرمنا بشفاعته عليه الصلاة والسلام، والشرب من حوضه عليه الصلاة والسلام، ومجالسته في جنة النعيم. اللهم أمين، اللهم أمين. جزاكم الله خير، ونلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم بمدة أطول، فحياكم الله وبياكم، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليك يا شيخ وبارك الله في علمك. نستودعكم الله بإذن الله إلى درس قادم في يوم الاثنين القادم. حفظكم الله ورعاكم.